بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتميزة لبرنامج فوتوشوب. الدرس هو الدرس 19 وبنشرح أداة البنتول وملحقاتها، واحدة من أهم الأدوات في الحقيقة بنستخدمها في عملية الرسم، عملية القصد، عملية التعديل على الكتابة ومهارات أخرى متقدمة. لأهمية هذا الدرس ولأهمية هذه الأداة هيتم شرحها على جزئين، اليوم هو الجزء الأول ومن خلاله هنستعرضها في تصميم الأشكال وفي عملية القص. بعد تشغيلك للبرنامج هتقوم بفتح مستند جديد، منطقة رسم. خلونا نشير إلى جزئية مهمة جدا هتفرق معانا في عملية التصميم خلال هذه المرحلة، في الباك جراوند كونتنت. اختار ترانسبيرن، مهمة جدا عشان تقدر تؤدي هذه المحاضرة بنجاح، يبقى هتختار ترانسبيرن وليس واي، ثم هضغط على اوكي. عشان يكون استخدامنا للأداة استخدام صحيح يجب ان يكون في هناك نقاط توضيحية. النقاط التوضيحية ديت من خلال اظهار الشبكية. هنذهب الى فيو، قائمة فيو، وبعدين هنختار شو، وبعدين جريد. تعالوا بينا نرسم المثال المعتاد ونكرره مع حضراتكم ازاي نرسم قلب. اهوت ان انا بضغط على هذه النقطة، ثم هضغط على هذه النقطة، ثم هضغط على هذه النقطة، ثم هضغط في مسافة بعيدة على هذا النحو، ثم أول ما اقترب إلى نقطة البداية مرة أخرى هنلاحظ ظهور دائرة بتجوفها أبيض، نضغط على هذا النحو. لو كان شكل غير محدد هتضطر إنك تاخد الباص سلكشن، طالما محدد هنرجع تاني نختار أداة البنتول، ومن أداة البنتول هنختار كونفيرت بوينت، ثم تبدأ تقف على هذه النقطة وتضغط وتسحب من الشمال لليمين عشان نعمل تجويف بهذا الشكل، بينما النقطة الأخرى هتسحبها بالعكس من اليسار إلى اليمين، يبقى ديت عكس ديت، ثم نقف أسفل ونبدأ نعمل شوية كده إيه توضيح بالنسبة لها. بعد ذلك هنحول هذا الباص أو هذا المسار إلى سيليكشن، أضغط كليك يمين واختار ميك سيليكشن، ثم هوافق على الريديوس واحد علشان يكون خفيف. بعد ذلك هتقول لي نلغي الشبكية من فيو، هنلغي من شو، نختار جريد، يظهر التحديد على هذا النحو. هنقوم بعملية التعبئة من إيديت، هعمل تعبئة، التعبئة نوعين، تعبئة بالنسبة للخط الخارجي اللي هو الستروك وتعبئة داخلية، هنختار الستروك، ومن كلر نختار وليكن اللون الأحمر، مفيش مشكلة اختار أي لون، هيعمل لي تعبئة خارجية ثم أو خط خارجي. هنرجع مرة أخرى من إيديت هنختار فيل، وكان ممكن نضغط على شيفت وإف 5، وبعدين هنختار من كونتنت كلر، ثم نختار احنا بنرسم قلبي يبقى اللون الاحمر، واضغط اوكي، ثم اوكي. بعد ذلك اقوم بالغاء التحديد عن طريق كنترول ودي، او اذهب الى قائمه سيلكت واختار دي سيلكت، ثم اقوم بعمليه تحديد هذه الرسمه، بختار اداه التحريك، اهو تسمح لي بعمليه التحريك. لو عايز تتحكم في الحجم اضغط على كنترول ودي، هيتم تحديدها، اقدر اكبرها واصغرها على هذا النحو واقدر انقلها، وبعد ذلك تضغط على اي اداه على اساس انك تقوم بتطبيق الترانسفورميشن. هقول له ابلاي، هتقول له والله انا عايز اطبق عليها بعض الستايلات او البليندنج اوبشن. هقول لك وانت محدد اللير اذهب الى الاف اكس، ومن الاف اكس ابدا اختار انر جلو، وابدا جرب هذه الخيارات المهمه واللي بتفرقك عن اي حد، وشوف التاثير الخاص بيها. هنلغيها اهو، خليها انر شادو، من انر شادو تبدا تختار درجه لونيه معينه، او لو الانر اهوت نبدا نلغي ديت بدل اللون الموجود نخليها باللون الاحمر كده، ونشوف الاثر او الايفكت. نبدا نشوف مع حضراتكم عمليه التطبيق. تقدر تطبق على الساتلين اهوت، تبدا تطبق على الكرر اوف رالي، تبدا تطبق على الجريديانت، وتبدا تلغي عنصر وتطبقه على عنصر اخر بحيث انه يبان كده قدامك على هذا النحو. اذا تقدر تطبق البلندنج الخاص بيها ثم تضغط على اوكي فيتم تطبيقها بنجاح. ده كان مثال بسيط. طب البعض الاخر يقول عايزين نطبق مثال اكثر تعقيدا، اقول لك اذهب تاني الى البين تول وتعالى بينا اختار من فيو، من فيو طالما شو ثم جريد، وتعالى بينا نرسم مثلا مستطيل. ادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه وادي نقطة، تمام؟ وارجع تاني قفل هذه النقطة، رسمت المستطيل ده باص مش رسم.
طيب هنبدأ عملية التحويل، نختار كونفيرت، ابدأ بقى حول بعض النقاط، تقف عليها كده وتبدأ تحولها كده. مثلا اهو نبدأ نحولها، هتقول لي والله انا عايز اضيف نقاط اخرى، هقول لك اذهب الى اداة البين تول واختار اد انكور بوينت، وابدأ اضغط على المسار هيبدأ يديك نقاط اخرى، يبدأ يديك نقاط اخرى على عملية الرسم. ارجع مرة اخرى الى الكونفيرت وابدأ عملية التحويل، وابدأ عدل الشكل اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت ترغبها. بعد ما قمت بعملية التحديد على هذا النحو، تعال بينا نستكمل خطواتنا. لو ظهرت نقاط واردت انك تقوم بحذفها من الباص، اذهب الى اداة البين تول، ومن اداة البين تول اختار ديليت انكور، دي بيستخدم لحذف النقاط الاضافية الموجودة مثلا كده هوت، تقف عليها فيتم حذفها على هذا النحو. اذا البين تول للرسم، الاد انكور لاضافة نقاط تقدر تتحكم فيها، الديليت لحذف بعض هذه النقاط، الكونفيرت لعملية التحويل اهوت، هنضيف تاني نقاط اخرى هنا اهوت ونقاط اخرى هنا اهوت، ونقوم بعملية تحويل سريعة مع حضراتكم تاني على اساس ان احنا نقدر نستفاد من العمل الفني. عملتها بالطريقة دي كده، وعملت دي بالطريقة دي كده، خلاص وعرفنا الديليت، خلصنا هذه الجزئية. تقول لي انا عايز احول الشكل الى سيليكشن، اقول لك قبل ما نحول الشكل تعال بينا نذهب الى اداة البرش، اداة الفرشاة، من اداة الفرشاة ابدا اختار خصائصها وتحكم فيها، لان احنا هنلجأ لها بعد ثواني. نتحكم بقى، نختار اداة الفرشاة ونختار سمك معين يكون مناسب. بعد ما اخترت هذا السمك، المطلوب ان احنا نقوم بتحويله الى باص وتلوينه. هقول لك لو انت حولته الباص ولونته هيأثر على نفس اللير، فهنضيف لير جديد على هذا النحو. بعد ما قمنا بعملية اضافة اللير، هنضغط اختار الاداة الانكر واضغط كليك يمين، ثم اختار ستروك باث، ستروك باث، ومن ستروك باث هنختار من هذه النافذة اللي هي البرش بالسمك اللي احنا قلنا عليه وباللون اللي احنا قلنا عليه، فيظهر قدامنا على هذا النحو. لو عايز تعمل تعبئة اضغط كليك يمين واختار فيل باس، ومن فيل باس اختار وليكن لون الامامية او لون الخلفية زي ما انت عايز، وقول له اوكي. هتلاحظ ان ما زالت هناك نقاط او باصات ما زالت موجودة، فلازم نقوم بحذف هذه الباصات. اضغط كليك يمين، ومن كليك يمين اعمل ديليت باس، ديليت باس، ثم بعد ذلك قوم بإلغاء الشبكية على طريق اختيار فيو ثم شو ثم جري، فيظهر العمل الفني قدامك، تقدر تحركه زي ما انت عايز، وكده قدرت تعمل عمل فني بدون التأثير على اللير الأولاني. ده كان الجزء الأول من المحاضرة. الجزء الثاني خاص بعملية التحديد، هنقوم بغلق هذه النافذة اهوت، ونقوم باستدعاء أحد الصور ونتدرب مع بعض ازاي نقوم بعملية التحديد. اخترت احد الصور، هقول له اوبن، هقوم بالتحديد عن طريق اداة البن تول. لاحظنا ان الصورة حجمها صغير، او نجيب صورة تانية، نجيب صورة تانية مع حضراتكم يكون حجمها كبير شوية، وليكن هذه نختار انهي صورة، نختار الصورة دي، وبعدين اقول له اوبن. حجم الصورة دي مناسب، حسب الى اداة البين تول هستخدمها هذه المرة في التحديد. بعد اختيار الاداة هبدأ احدد النقاط عن طريق الضغط، وده عكس الاصدارات السابقة اهيت، بتعمل سيليكشن اهوت، ابدأ حدد، اضغط وابدأ حدد المناطق، تظهر نقاط قدامك. لو في خطأ اضغط على ديليت او باك سبيس اهوت، ابدأ احدد النقاط كلها بهذه الطريقة. وهنشوف دلوقتي التحديد، وهنشوف روعة هذا التحديد. اذا دي واحدة من الامكانيات الجميلة لأداة البين تول، انك تقدر تحدد اي عمل فني بسهولة زي ما احنا شايفين من غير اي مشاكل. لو حصل اي مشكلة اضغط على باك سبيس او ديليت، ثم بعد عملية التحميل، عملية التحديد، يجب انك تصل الى النقطة الاولانية اللي انت بدأت منها، واول ما اوصل لها هلاحظ انها هيظهر دائرة مفرغة كده، يبقى احنا كده قمنا بعملية التحديد. كده برافو عليك. بعد عملية التحديد حوله الى سيليكشن، هضغط كليك يمين وهقول له ميك سيليكشن كده، وبعدين اقول له اوكي. ثم بعد ما حولته الى سيليكشن قوم بنسخه الى لير جديد، هقول له كليك يمين واختار كابي لير، هتلاقيها مش مفعله قدامك،
تقول لي طب ايه الحل؟ اقول لك اذهب واختار اداه التحديد من لوحه من التول بوكس اللي هو، ثم ارجع تاني مره اضغط كليك يمين، ومن كليك يمين هتجد هذه المره اذا انت بعدت عن اداه البين تول واخترت اداه التحديد. هتختار هذه المره لير فاي كوبي، فيتم انشاء التحديد في طبقه جديده. ايه اللي عرفني؟ قم بالغاء العين هنا هوت على الباك جراوند، فيتم اخفاء هذه الطبقه وظهرت الطبقه الاخرى ظهرت بهذه الطريقه. طيب هضيف لير جديد عشان نقوم ببعض الاعمال الفنيه، واقوم بسحب هذا اللير اسفل اللير دهوت، ثم اللير الجديد، اللير الجديد اللي انا محدده هعمل له الوان او جريدينت او اي شيء بحيث انه يكون في درجه لونيه. نبدا نغير الاماميه ونبدا نغير الخلفيه، نشوف كده مع حضراتكم بهذا الشكل ونشوف هيديني ايه في الخيارات. ولكن اعطاني في الخيارات هذا اللون اختاره، ثم اضغط واسحب على اللير الجديد الخالي، اللير الجديد الخالي، فتظهر الصوره كده. هتقول لي ليه الصوره ظهرت فوق الخلفيه؟ لان الصوره موجوده على لير 1 بينما الخلفيه اسفل، اذا الصوره فوق الخلفيه، لذلك بيديك ايحاء انها بهذا الوضع. عايز تحرك الصوره اللي فوق، قم بتحديد اللير واستخدم اداه التحريك على هذا النحو. تعالوا بينا نعمل دوبليكيت بالنسبه لهذه الصوره اللي استفاد منها في عمل فني، وليكن بس تعالوا بينا نغير مع بعض التدرج اللوني ده. لو مش عاجبك هنغير التدرج اللوني، نغير التدرج اللوني مع حضراتكم بحيث يدينا درجه لونيه افضل من كده. واحنا قمنا بعمليه التحديد حسب الى الجريديان، ومن الجريديان نشوف كده الدرجات اللونيه الموجوده اهيت، وناخد بالنا ان انا حددت ليا 2، ثم اضغط واسحب. وعندك اشكال متعدده تقدر تستخدمها، تقدر تستخدم هذه الاشكال ايا كانت. انا بس طالب منك انك تتدرب كويس. طب نرجع تاني للليير الاولاني، هنعمل له مضاعفه، هضغط كليك يمين وهعمل له دوبلوكيت لير، وبعدين اقول له اوكي. اصبح عندي 2 لير، ابدا احركهم اهوت، ادي واحد وادي واحد. ده عايز اكبره شويه، اضغط كنترول تي وابدا اكبر حجمه بالوضع ده كده، ثم هبدا اتحكم في بعض الخصائص ان ايه. اضغط على احد الادوات وقول له ابلاي، ان انا اغير الاوبستي الخاصه باللير الثاني ده هوت. من هنا هوت هبدا اغير الاوبستي بحيث انه يظهر شفاف كده شويه بهذه الطريقه. كده نجحنا في الاستفاده من اداه البين تول في عمليه الرسم، ونجحنا بالاستفاده فيها في عمليه التحديد ثم عمليه النسخ والعمل الفني. اتمنى انها تكون المحاضره سهله ومباشره، وانتظروني في الجزء الثاني من استخدام هذه الاداه.